السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حبيت اليوم أوضح لكم ضمن سلسلة السوات كاب، البلاي ليست الخاص بالسوات كاب، أكفل مشكلة ممكن تواجه أغلب الباحثين من يستخدمون البرنامج. يتنصب يرجع ينفتح، يتنصب يرجع ينفتح، يعني ما يبي لأي سبب إن كان البرنامج من ينفتح. مرات في بعض الأحيان ما تظهر هذه اللي هنا اللي إحنا نسميها بروجكت إكسبلور، ما تظهر، تطلع لك هاي الواجهة، تتوقع انت يحتاج لايسنس اند اكتيفيشن. بصراحة انا هاي المشكلة اخذت من عدة 3 ايام، فيعني ليش انه دائما من القى مشكلة والقى حلها، يعني حتى انه انوه عليها حتى تفيد بقية الباحثين اذا وقع بهاي المشكلة، حتى ما يستهلك الوقت اللي انا اخذته. اوكي، هنا تضغط، فحتى اذا ما ظهرت لك هاي، اذا هاي البروجكت اكسبلور ما ظهرت عندك، تمام، ما ظهرت يعني هالشكل، يعني كانت انه مثل ما نقول ما موجودة نهائيا، ما موجودة، فمعناها مو المشكلة بالاكتيفيشن، اللي روح تسوي ريستارت البرنامج، فتضغط على هاي الستارت، العبارة اللي بالاعلى هاي الثلاث خيارات تضغط عليها، تروح على هذا الخيار اسمه ريستارت ال سيتنج، يقول لك ار يو شور وين تو ريستارت ال انفيرومنتال سيتنج اند ذير ديفولت فاليو الى قيم الاصليه الستاندرد، تقول له نعم. لاحظ هسه دا يسوي لك هنا هو ريستارت، سوى ريستارت، رجع فتح البرنامج مره ثانيه، راح تنحل هذه المشكله. انا كنت اتوقع المشكله باللايسنس، فصراحه من رحت على يعني بعد محاولات عديده ورحت على هذا الجروب كلش يفيدكم اللي هو خاص بالسوات وسوات كاب، فكلش فادني حل المشكله. بعد ما طرحت المشكله كلش فادني، فحبيت اسوي، لاحظ هسه ظهرت يعني الامور هاي، فهاي حبيت انا اروح عليها. هسه تروح مباشره انت تفتح البروجرام مالتك اللي سويت لك كرييت بالمحاضره اللي سوينا بها كرييت، هنا هذا كان ضمن الووتر شيد ديلينيشن سوات كاب، هذا كان هو اسمه، تمام عيني، اسمه الفرات ريفر بيزن سيموليشن، اكل اوبن. هسه لاحظ انفتحت الملفات بسهولة. فأتمنى تكون هذا الفيديو كلش مفيد لكم، وراح أسوي له يعني أكتب له فد عنوان معين إن شاء الله وأضيفه لكم، وإن شاء الله راح يفيدكم. إذا عندكم أي مشكلة تواجهكم في مكان ما، حاولوا ترسلوا لنا إياها ضمن الكومنت أو ضمن إيميل القناة، حتى إن شاء الله نسوي لكم فيديو ونرسل لكم إلها الحل السوليوشن. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.